ومن 2008 ايضا مبارك لفريق 2009 اللي قدر يفوز على المقاولون العرب برباعيه. احرز اهداف النادي الاهلي الهدف الاول والثاني اللاعب خالد يحيى، واضاف الهدف الثالث محمد ايمن من ركله جزاء، واختتم الرباعيه اللاعب شوقي السعيد لاعب النادي الاهلي. هقول لحضراتكم تشكيل النادي الاهلي اللي ابتدى هذه المباراه: رجب احمد في حراسه المرمى، الدفاع محمد حمدي، محمد عماد، محمد طارق، سيف تامر، في الوسط سيف كريم، عمر عبد الرحيم، عبد العزيز خالد، آدم رمضان، محمد أيمن، وفي الهجوم خالد يحيى. نروح نشوف مع بعض ملخص. We'll be right back.
بنبارك لفريق 2009، وكان معانا المدير الفني بتاع فريق 2009 الحلقة اللي فاتت.